بالنسبة للأناشيد طبعا الأخ هذا اختصار. بالنسبة للأناشيد، الأناشيد نوعان، لا ريب أن الأناشيد تنشد بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن القصائد تنشد في المساجد، وكان مثل يقولون شوف روح القدس معك، ولكن كان المقصود من هذه القصائد والأشعار هو الدفع عن الدين ونصرة توحيد رب العالمين. وكان المقصود من ذلك هو المعنى وليس اللفظ والإطراف. حين نقول الأناشيد نوعان، النوع الأول أن ينشد المنشد ولعل الأخير يقصد ما يزار الآن عبر الأنشطة واتخذت له شركات الآن تجارية. النوع الأول أناشيد ملحنة وضعت فيها محسنات من الصدى ومجموعة ينشدون وراءها، وينشد المنشد بصوت ملحن أشبه ما يكون بالأغاني. ولعل الذي لا يعرف الأناشيد هذه يظنها أغاني، حيث في الكثير والغالب لا تفهم ماذا يقول، لا تدري ماذا يقول، إنما تريد أن تشبع هواك ونفسك باللحن لا 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 غير. من ذلك أناشيد الشان وشبهها، هذا أناشيد محرمة ولا تجوز، وذلك لوجوه. الوجه الأول أن هذه الأناشيد ملحنة ويشبه ما تكون بالأغاني وإلا تأخذ حكمها من كل وجه. الوجه الثاني أنه ما قصد بهذه الأناشيد المعنى، قصد اللفظ، قصد اللحن والتهييج وإثارة الغرائز ونحو ذلك. الأمر الثالث أني أشغل كثيرا من الشباب، إذا أنا لا يمت لك الشباب اللي سمع هذه الأناشيد، عوض عن سماع المحاضرات والدروس العلمية والاستفادة من سماع القرآن ذلك يسمعون هذه الأناشيد تطربهم. وقد اعترف بذلك كثير من عقلاء القوم. الأمر الرابع إذا كان المقصود بها تعبدا لله، هذا منهج الصوفية، هم يتعبدون لله بالأناشيد، وهذا منهج صوفي جديد. النوع الثاني من الأناشيد إذا كان ينشد بصوته ولا يلحن على أوزان الأغاني، لأن يعني بعض المنشدين للأسف تستيقن بعض الأحيان يستمع الأغاني ليأخذ ألحانها، ولا يجد على أوزان الأغاني، إنما يجد بصوتها يشتجي، وحين لا بأس بسماع ما لم تصد عن القرآن وعن السنة. وكان مقصود سماع ذلك هو المعنى والاستفادة، والله أعلم. نعم لا بأس بذلك، فضل أحيانا ما نحن يطيل الغرة، غرة نعم صحيحين حديث هريرة من استطاع أن يطيل غرة وتحكيلة فلفة. أقول من الشباب الزواج طبعا غير ملحنة يعني وغير مهيجات شهوات قد تثير عن نفسها رفقا بالقوارير، يا أنجيشها رفقا بالقوارير، أشياء لذو غرائز النساء وشهوات الشباب يبقى منعوا منه مطلقا، لأن لذو غرائز أنجي رفقا بالقوارير، مع أنه ما قال إلا حقها، ولكن حكينا الرجل ذا صوت شجي وخشي النبي نسمة التأثر قال يا أنجيشها رفقا بالقوارير. تكفي هذا يا أخواني.